سجلت مملكه البحرين انخفاضا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 1535 حاله قائمه جديده لينخفض العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 16682 حاله منها 37 حاله تتلقى العلاج في المستشفى وتسع حالات في وحده العنايه القصوى هذا وتم تسجيل حاله وفاه واحده خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 2687 حالة إضافية